لأطفال اليمن حق في الحصول على الطبابة والاستشفاء، فخمسة ملايين طفل يمني على موعد مع فحوص طبية وحملة تطعيمات تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وتركز الحملة على نوعين من التطعيمات، أولهما ضد شلل الأطفال لنحو 4 ملايين طفل تحت سن الخامسة، والآخر لداء الحصبة لنحو 1.5 مليون طفل. المتطوعون سينتقلون من بيت لبيت في 49 منطقة من المناطق التي تنتشر فيها هذه الأمراض. عن أهمية التطعيم وعن هذه الحملة أقول إنها في غاية الأهمية، لأن أحدث حملة تطعيم جرت في نوفمبر 2014، ومنذ ذلك الحين لم تطلق أي حملة. هناك حاجة لتطعيم الأطفال. الحرب في اليمن ألقت بثقلها على مستشفيات البلاد، فهذه المراكز باتت تفتقر للكهرباء والوقود المطلوبين لتوزيع التطعيمات والإبقاء على الأمصال في درجة البرودة الملائمة.